السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كما عودناكم كل يوم جمعة متوجهين إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الجمعة. لا تنسون في هذا اليوم وفي كل يوم أكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ما شاء الله الأعداد اللي نشوفها الآن احتمال أنها أكثر من يوم من الأيام العادية، صلاة المغرب وصلاة العصر ما شاء الله بأعداد كبيرة. ما شاء الله هذه الأعداد الكبيرة اللي قادمة من أجياد كدي باتجاه الحرم، هذا يدل على أني بصلي في الشمس، هذا يدل على أنهم راح نصلي في الشمس أو في أحد الطرقات المؤدية للحرم. تاكسي يا عمي، تاكسي تاكسي. ما شاء الله تبارك الله، حتى العصر المغرب ما شفت هذه الأعداد. ما شاء الله تبارك الله. طبعا كما عهدنا في يوم الجمعة وبعد صلاة الجمعة نشاهد توزيعات الماء واللبن والعصير في هذا المكان، لكن في رمضان تفرش صفر الصائمين في هذا المكان وتوزع وجبات السبيل أو بعد صلاة التراويح وبعد صلاة التهجد في هذا المكان. طبعا شوفوا بدأ صفوف المصلين من هذا المكان، شوفوا من نفق ريع بخش بدأ صفوف المصلين. ما شاء الله توقفت حركة الباصات، امتلأت الشوارع بالمصلين، بدأت صفوف المصلين من هذه الأماكن. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا أعداد المصلين أو صفوف المصلين من قريب من أنفاق ريع بخش. وفي هذه الفنادق توجد مصليات لكن غير مسموح إلا للساكنين فقط. وراح ندور لنا أي ظل في أحد هذه الأماكن. شوفوا ما شاء الله القادمين من شارع بئر بليلة، صفوف المصلين ما شاء الله تملأ الشوارع الطرقات. وأمام الفنادق الله، نعود بالصورة للخلف لنشاهد أعداد كبيرة قادمة إلى الحرم. طبعا ما شاء الله هذه من أمام فندق الشهداء ولا زلنا نشاهد أعداد كبيرة. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا تحت ظل هذه الشجرة ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الله ما راح نوصل الى الحرم، خلاص اقفل الطريق. ونشوف اعداد كبيره من المصليات في هذا الشارع، وراح ندور لنا مكان في هذا امام فندق إلاف المشاعر ونصلي معاكم صلاه الجمعه في هذا المكان. ما شاء الله من الزحمه ما لقينا لنا مكان، وراح نصلي في امام هذا الفندق.
شاء الله شاهدنا معكم الازدحام الكبير والأعداد الكبيرة القادمة للحرم، وطبعا أكفل الحرم خلاص امتلأ بالكامل وأكفلت الطرقات، وراح ندور لنا المكان صلي. ما شاء الله لازلنا نشاهد أعداد كبيرة متجهة إلى الحرم، نشاهد الزحام والمصليات وين وصلت من أمام فندق سرايا المسك، بعيد عن الحرم تقريبا 10 إلى ربع ساعة عن الحرم، وشوف المصليات وين وصلت، ولازلنا نشاهد أعداد كبيرة متجهة إلى الحرم. هذه مواقف كدي، شوفوا ما شاء الله كمية الزحمة، شوفوا كمية الزحمة في المواقف، ما شاء الله أعداد كبيرة ما شاء الله. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم، نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.